بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. في هذه المناسبة العظيمة، ذكرى زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، تلك المناسبة التي اجتمعت فيها مجموعة من الشعائر. في هذه المناسبة تجد أن هنالك مجموعة كبيرة من الشعائر اجتمعت في هذه المناسبة، على رأسها زيارة الحسين سلام الله عليه التي أوصت بها الروايات الشريفة، تليها شعيرة المشي، وتضمنت إضافة إلى ذلك شعائر عديدة كإقامة صلوات الجماعة مثلا، كمثلا على سبيل المثال العلاقة بين المؤمن الشيعي والإمام الحسين عليه السلام، شعيرة اللقاء الاجتماعي التي دعت إليها الروايات. ففي هذه المناسبة يجتمع الإيراني والعراقي والكويتي والسعودي وحتى باقي الدول كلها في هذه المناسبة العظيمة. ومن ضمن تلك الشعائر هي شعيرة التفقه في الدين، فارتأت المؤسسات الدينية، ونحن اليوم هنا أمام جامعة الكفيل وبإشراف مباشر من جامعة الكفيل في هذا المكان المقدس، نقوم بخدمة الزوار في التفقه بدين الله سبحانه وتعالى. استطعنا إن شاء الله تعالى أن نوفر لهم هذه الشعيرة، شعيرة التفقه في دين الله، المسائل الشرعية المختلفة، حتى المشاكل الاجتماعية يطرحونها لما يشوفون رجل الدين موجود بيناتهم يقومون. فأنا بالحقيقة أوجه شكري الخاص إلى جامعة الكفيل، جزاهم الله خير الجزاء. يا ابو فاضل ترى النظرة الأخيرة واحد وانت غايب، ادخل للخرايب.